أنا شايف إن الجبل والمحجر فاتح بيوتنا وبيوت بلادكم، وأنا إذا كنت بدفع يومية العمال اللي شغالين عندي ده حل مؤقت، لكن إحنا عاوزين حل نهائي. وأنتوا كبار بلادكم، والمشروع زي ما هيفوت من عندنا هيفوت من عندكم، لأنه واخد من مصر أسوان. وإحنا يعني اللي حنقف قبال الحكومة يا حاج؟ ما حدش قال كده يا أبو ذكري. أنت شايف إيه يا حاج؟ شور علينا. أنا شايف إن الخير كتير، كل واحد فينا عنده فدادين طين قريبة من الطريق ما بين البحر والجبل، فلو كل واحد فينا اتنازل للحكومة عن كام فدان عشان يبعدوا بالطريق عن الجبل في أكتر من مصلحة. واحد، هنحافظوا على شغلنا. اثنين، عمليات رأس في المشروع الجديد ما تطلعش برانا، وأنا شايف إن المحجر بيجيب أحسن من الطين. ها انتوا ايه رأيكم؟ احنا لسه نستنى وندوا طيننا للحكومة ويجوا بعد كده ياخدوا المحاجر، يعني لجبل ولا طين. احنا محاجرنا حاجة صغيرة. انت من زمان بينك وبين الحكومة مصالح كبيرة، يعني لما تقع معاهم ما تصدرناش معاهم يا حاج. انا مستعد ادفع لكم جزء من فرق تمن الارض. الارض لا، انت خدت كثير ادفع. مستعد اشتغل من ورا الحكومة واشغل معداتي في اي حاجة، وبصراحة أنا معاد نومي جه. خلاص، مدام كل واحد فيكم قال يلا نفسي، أنا كمان لو لقيت حل هيبقى لنفسي. مع السلامة. مع السلامة. دلوقتي العملية اللي حيفتحوا المظاريف بتاعتها بكرة هنعملوا ايه فيها؟ انت كنت مقدم فيها؟ لما سألتك قلت لي لا. كان نفسي اخد حاجة من تحت درسك مرة. بكرة قريب على اللي مستنيه. اتعشيت ولا هتعشى ببيتكم؟ والله واكلكم حلو. مناع. ايوه نعم يا عم الحاج. حط الوكل لعمك ابو زكي. مناع. مناع له. تصبح على خير. وانت من اهله. تصبح على خير يا ولاد. لا لا لا. مساء الخير يا عم الحاج. ازيك يا فرحة، عاملة ايه؟ الحمد لله. اسم الله عليك يا عم الحاج. زهر عيني زغللت وايدي خانتني. اسندك يا عم الحاج؟ لا لا انا تمام. الزهر السلم داخ من كتر الطلوع عليه. والسلم هيحس؟ ما حدش حاسس انه هيحس. الكل يدوس ويطلع. الكل يدوس وينزل على السلم. رجالة وحريم. عيال وكبار. ده كده سلم دماغه توجع. الهم عليك تقيل، طول الليل والنهار شغل، الله يكون في عونك. ياه يا بنتي، أول مرة حد يدعي لي غير أختي توحيد. حق الدنيا كلها هتدعي لك، كفاية البيوت اللي أنت فاتحها. محدش عايدعي ولا حاجة، كله عاوز وبس.
كل واحد يصحى الصبح يفكر هياخد ايه من الحاج محمد النهارده. الطمع في الغالي. انت مش عايزه حاجه؟ عمري ما تمنيت من ربنا حاجه الا وحققها لي. الله، يبقى قلبك ابيض. يمكن. ادعي لنا، يمكن ربنا يستجاب لدعائك. يا رب يا رب يا حاج محمد يفك ديكتك ويرزقك، يرزقك بفرحه من عنده. قادر يا كريم. دي بشرة كبيره وانا مستني الفرحه يا فرحه. تصبح على خير. وانت من اهله. فرحه. نعم. اطفي النور وردي الباب وخلي بالك من روحك. حاضر. تصبح على خير. انت من اهله. كويس انك جيت يا كامل. كان لازم اقول لك مع السلامه يا ابوي. ربنا يبارك لك يا ولدي. خيري أحد. هتقعد مطرح يوم واحد وراجع. حاضر. حماد وجوده يسمعوا كلام خيري. حاضر يا حاج. العمليه رست علينا. عارف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف سلامه يا حاج. لما مهران يصحى عايزك تاخده وتوكله وتفسحه في حتت حلوه. حاضر. طب وانت يا عم الحاج؟ انا رايح مشواري دلوقتي. مش هتستريح؟ انت ما نمتش. الزمن يا مناع سبع فاتح خاشمه عايز ياكل اللي يستناه. خليك جنب مهران عشان ما يتفزعش. ربنا يستر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا بالراجل الاصيل. لا مؤاخذه يا باشا، ما جيتلكش المكتب. مكتب ايه يا راجل؟ هنا احسن، البيت بيتك. ده العشم برضه. اتفضل. خير يا حاج؟ شوف يا باشا، انا مش هطول عليك ولا هعيد ولا هزيد. الظرف ده فيه صوره من كل المستندات اللي تثبت حقي في المحجر. كل اللي عاوزه من سعادتك أمر بإعادة تشغيل المحجر، يعني عشان العملية اللي مستنياها الناس الغلابة. يعني دي بيوت مفتوحة. العملية تخلص أنا والحكومة نتفهموا في الحقوق، وعندي بدل الحل 100 حل. مش عارف أقول لك إيه يا حاج، جمايلك كتيرة. لا جمايل ولا حاجة، بس هو ده طلبي الوحيد. عموما يا حاج، دي فرصة عشان أرد لك دين قديم في رقبتي. لا هقول لك إرهاب ولا انتخابات ولا جدعنة، كل الحاجات دي معروفة، لكن دينك الشخصي هو اللي نعرفه. استغفر الله يا باشا. انت لولاك يا حاج كان ابني غرق من 20 سنة عندكم لما كنت بخدم هناك، فاكر يا حاج؟ دي إرادة ربنا. اللي عملته معاه ما قدرتش أعمله مع ولدي. عموما تشرب يا حاج، الوقت خدنا. قهوة شربتها خلاص. دي صورة المستندات. سلام يا راجل يا أصيل. شرفتني يا حاج. اللي انت انقذته ماسك اسيوط دلوقتي. ربنا يحفظه لك. شكرين. مع السلامه. سلام. اتفضل يا حاج. يعني ايه يا حاج ابو ذكري؟ يعني الحكومه شغاله في النهار وبس. مش فاهم قصدك. يا ابو الحاج، ده انتوا كبارات البلد وعارفين ان الكام عسكري بعد الغدا عيروحوا بيوتهم، واحنا نسهر بالليل ونكسر الحجر
وننقله بعيد خالص حتى يتباع برا البلد لحد ما ربنا يحلها من عنده. يعني الحكومة تشوف شغلها بالنهار واحنا نشوف شغلنا في الليل. ابوك ممكن يقلب الدنيا. ابوك يحب اللي يتصرف، ولو عرف انك تصرفت الصح حيتبسط، انا عارفه كويس. تفتكر يا عمي؟ يا رب يا رب يا حاج محمد يفك ديكتك ويرزقك، يرزقك بفرحة من عنده. قادر يا كريم. ابوك قال لك بالراحه. وقال لك تسمع كلامي صح؟ صح يا ولد ابوك.